مساء الخير والنور عليكم مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامج ستات دوت كوم. يسعدني أكون معاكم مي عبد السلام وزميلتي هناء عبد الفتاح. أهلا بك يا هناء. أهلا يا مي. هناء أهلا يا مي. منورين القناة النهاردة، ويعني أنا سعيدة طبعا إن نبدأ أولى حلقات ستات دوت كوم معاك يا مي ومع أستاذة منال. منورانا النهاردة في البرنامج أستاذة منال، أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية طبعا عايزين نعرف موضوع حلقتنا عن الوقاية ضد الفيروسات، وطبعا قبل أي حاجة أنا بحب أوجه تحية تقدير وإعزاز للجيش الأبيض، تاني تحية معانا كمان للشعب المصري على دوره وكمان إجراءه للإجراءات الاحترازية، ودي حاجة يعني نحتسب عليها ان احنا ملتزمين بالوقاية. يعني انا شايفة كمان ان الشعب بقي عنده وعي دلوقتي، انا ما كنتش متخيلة ان يعني هيبقى فيه التزامات بالتعليمات بالشكل اللي احنا بنعمله دلوقتي، لكن بالفعل برضو الشعب يعني اثبت ان هو لقى على وعي وثقافة كافية، ملتزمين بننفذ التعليمات، الناس برضو التزمت بالحجر المنزلي لحد يعني لحد كبير، مش لحد من لحد كبير جدا، فدي حاجة كويسة جدا. كمان زي ما قلتي الاطباء قايمين بدور كبير جدا، الجيش يعني الابيض الواحد بجد عايز يقدم لهم الف الف تحيه. هم قايمين بدورهم على اكمل وجه، الممرضين طبعا والممرضات. كمان ما ننساش الدور الشرطي في الشوارع بعد فرض الحظر، كمان لهم الف تحيه وتقدير. الكلام ده كله اللي بيقوموا بيه بيعملوه يعني ان هم خايفين على صحتنا، خايفين علينا، فدي بجد حاجات يعني يستاهلوا عليها الف شكر. بصراحه كل الجهات وكل الاشخاص يعني يشكروا على دورهم اتجاه التوعيه والمبادرات يمكن اللي احنا جميع المؤسسات بيها. دي حاجات في الحكومه كويسة جداً. جميع المؤسسات فعلا قامت بدورها على اكمل وجه. لما اجي اتكلم دور رئاسه الجمهوريه رئاسه الوزراء وزاره التربيه والتعليم طبعاً. ايضا كذلك يعني الاوقاف لما قفلت المساجد برضو، يعني تقريبا جميع المؤسسات قامت بدورها على اكمل وجه، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه مبشره ان شاء الله ان المرض عندنا مش هيتجاوز ولا حاجه، باذن الله هنعدي الازمه على خير ان شاء الله. ان شاء الله هنعديها على خير. طبعا احنا لازم نحب نرحب بالظبط باستاذه منال. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا رئيسه مي. مجلس اداره جمعيه مستقبلنا حلمنا. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي يا استاذه مي. اهلا بيكي يا استاذه هلا. منوراني يا استاذه منال. ده نور حضرتك. ايه رايك في الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي احنا قاعدين كل شويه نقول عليها، وكل البيوت دلوقتي ماشيه بالكحول والكلور؟ بتعملي ايه في بيتك الاول؟ طبيعي اول ما بندخل من الباب بنغرق نفسنا على كلور وكحول كلنا. يعني اول ما بندخل من الباب طبعا الاحذيه لها مكان معين، اللبس طبعا على الحمام، الكلور بقى والكحول وغسل اليد، وان انت ما تجيش ناحيه اولادك لفتره معينه لحد ما تطهري نفسك وتاخدي دوش. كمان دورك مهم جدا في ان انت تنصحي الاطفال، لان هم طبعا غير مدركين ايه اللي بيحصل حواليهم، فممكن طبعا يستخدموا ايديهم من غير ما يغسلوا ايديهم في اثناء الاكل، يحط ايدهم على عينيهم، فدور الام مهم جدا جدا ان هي تعلمهم ازاي يقوا نفسهم من الفيروسات. قولي لنا عملت ايه مع اولادك عشان تقنعيهم انهم يغسلوا ايديهم والحاجات يعني احنا ما خبناش عنهم ان في فيروس اسمه كورونا منتشر، كان لازم يعرفوا وهم نفسهم بيدخلوا على الانترنت وبيجيبوا معلومات عنه، عشان لازم الطفل عشان تكلميه عن حاجه لازم يكون مقتنع بيها. لا هم ما شاء الله عندهم وعي كبير جدا، يعني لدرجه ان انا لما باجي اعطس في البيت الولد بيقول لي انت هتجيب لنا كورونا، جيب لنا اطلعي بره كورونا. انا لسه هم عندهم وعي. وبعدين هو احنا اصلا المفروض ان احنا من واحنا صغيرين نربي ولادنا على النظافه كمان، لان كمان الدين الاسلامي يعني النظافه جزء لا يتجزا من الدين الاسلامي، الطهاره والوضوء والغسل كل الحاجات دي موجوده، فاحنا اصلا كمسلمين عندنا حته النظافه دي يعني حاجه مهمه جدا في حياتنا، خاصه ان احنا بنتوضى لكل صلاه. طبعا النظافه من الايمان، دي اول حاجه موجوده في المدرسه اصلا. الايات القرانيه يعني تحدثت عن الطهاره، تحدثت عن الغسل، تحدثت عن يعني كل النظافه تحدثت عنها، تحدث عنها القران الكريم. وده يعني ده جزء من الدين، يعني النظافه من الايمان وان كانت مقوله فدي صحيحه، هو الدين جزء منه النظافه. الدين نظافه اصلا. فدي حاجه مهمه جدا.
احنا كمصريين ما تعبناش قوي في قصه النظافه، لان احنا يعني ماشيين على السنه. هو احنا عندنا كده كمصريين كده حاجه كده حتى يعني حته وسواس زياده عن النظافه. عندنا فكر غلط برضو، فكر او مغلوط ان احنا نضاف جوه بيوتنا مش نضاف في الشارع، هي دي المشكله عندنا. احنا هنلاقي الشوارع بتاعت للاسف بتاعت المجتمع المصري مش نظيفه. لا هو سلوك، وللاسف دلوقتي في بعض الافراد ما بيستخدموش اي وقايه، بيقولوا ايه قولي يا باسط. احنا نقول يا باسط وكل حاجه لكن نعقلها ونتوكل، وطبعا كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لكن لازم نتعلم خير ازاي نقي نفسنا من الامراض والفيروسات بكل الطرق. حد فيكم هناء او استاذه منال احنا لما كنا بننزل بيعمل طريقه معينه في الوقايه يعني في البيت حاجه خاصه كده؟ والله لا، انا ما عندي، انا شخصيا انا ما عنديش حاجه زياده عن اللي كنت بعمله، هو بس الكلور اللي كان زياده دلوقتي وان كنت بستعمله من الاول، لكن بنطهر بيه المسطحات دلوقتي لحاجات المعادن وكده. لكن احنا كده كده زي ما قلت لك احنا المفروض ان احنا متعودين ان احنا نعلم اولادنا نربيهم على النظافه، ان دي حاجه مهمه، الوضوء، الغسل، الحاجات دي كلها موجوده اصلا في حياتنا طبعا. لكن دلوقتي لما اجي اتكلم على مع استاذه منال، ولازم اتكلم طبعا بما انها موجوده معانا، عن المجتمع الخدمي في العمل العام اللي موجود دلوقتي، انتوا دوركم كجمعيات ايه اللي بتعملوه، ايه اللي بتقوموا بيه بدوركم في توعيه الشعب المصري؟ اول ما ظهر فيروس كورونا احنا عملنا حمله توعيه. تمام. نزلنا عملنا حمله طرق ابواب توعيه للبيوت وفي الشوارع وللعماله المؤقته وللسيدات. اول ما كلمونا طب احنا هنقعد من الشغل، احنا كلمناهم عن النظافه وازاي تقوي التباعد، انت بينك وبين اللي قصادك متر، انت ما توقفيش في تجمعات، في البيت لما تروحي تعملي الاجراءات معينه عشان ولادك في البيت. وخدنا فتره لما اقنعناهم ان هم يقعدوا الولاد من المدارس، طبعا كانوا رافضين. العماله المؤقته كانت تقول لك طيب انا هقعد اكل منين؟ ما ده حقيقي برضو. ما دي كانت ازمه برضو بتواجهنا يا استاذه منال. لا احنا الحمد لله وانا عارفه ان انتوا قمتوا بدور كويس في مواجهه الازمه دي بالذات اللي هي العماله المؤقته. وانت يا استاذه هناء والاستاذه مي خير شاهد يعني تعبتوا احنا فعلا يا جماعه نزلنا معاهم في مبادره، كلنا اتجمعنا كده ونزلنا رحنا اماكن، حاولنا نساعد بعض الناس البسطاء، مشينا عشوائي في بعض الاماكن، وفي اماكن معينه استاذه منال كانت عامله بحث عنهم. بصراحة احنا شفنا حالات، كل الحالات محتاجة مساعدة باختلاف احتياجاتها او القدر اللي هي محتاجاه، لكن كل الناس فعلا محتاجة مساعدة. هي طبعا استاذة منال يعني قامت بدور عظيم حاجة زي جدا يعني. بركة فيكم وتعبكم بصراحة يعني، انتوا طلعتوا من بيت لبيت ومن شقة لشقة، كنتوا بتطلعوا الدور الخامس. انا ما كنتش بقدر اطلع سلم سبحان الله، كنت اقف اليوم ده قدرت اطلع سلم واتحرك كتير وامشي. هو ربنا بيبارك يعني، احنا في العادي ما بنطلعش بس ربنا بيبارك سبحان الله. طلعتوا كنت تطلعوا من العماره دي للعماره دي ومن الشارع ده للشارع ده، الحمد لله. فدايما ربنا بيبارك في الخير، وانا بشكركم بصراحه على المجهود اللي ده دورنا، ده دور كل حد اصلا يعني. انت في المجتمع لازم يقدم مساعده ويقف قدام، ودي كلمه لازم حضرتك توجهيها بقى لكل الجمعيات، لكل رجال الاعمال، لكل الفنانين، لكل اللي عنده مقدره انه يساعد غيره. والله احنا قلنا يعني لو كل واحد جاره جنبه، كفلت اسره واحده في عمارتك، في الشارع بتاعك، من قرايبك، من صحابك، مش لو انت في حد بعيد عنك، انت مش لازم تروح لجمعيه، مش لازم تروح لمسجد، انت شوف مين النطاق اللي حواليك محتاج، ولازم كلنا نتكافل مع بعض. وده بالظبط اللي انا دايما بقوله، يعني انت مش شرط تروح لجمعيه، مش شرط تنزل لمؤسسه او اي مكان معين، هتلاقي جارك محتاج، هتلاقي مكان. وفي الازمه دي بالذات كلنا محتاجين. احنا في الازمه دي تقريبا كلنا اصبحنا محتاجين. لا كلنا فعلا محتاجين الفتره دي. العماله المؤقته طبعا قعدت دلوقتي، محتاجين ان احنا نقف جنب بعض. لا العماله المؤقته دلوقتي خلاص ما عندهمش شغل، فالناس لازم نسال عليهم. احنا عايزين برضو نشكر وزاره القوى العامله انها نزلت حمله انها غير الناس اللي مش بيشتغلوا يسجلوا في وزاره القوى العامله. فاحنا بنشكر جدا وزاره القوى العامله على دورها اتجاه الافراد في المجتمع يعني. تمام. طب لازم برضو نكمل باقي الكلام عن دور المؤسسات المجتمعيه. فعايزه اعرف طيب احنا اتكلمنا عن المساعدات حضرتك قمت بيها، يمكن دور كويس جدا. احنا نزلنا
على البيوت كمان، كنا بنطرق الابواب احنا بنشوف اعتبر نزلنا احياء اكتوبر كلها الحمد لله، ويعني واكيد انتوا اكتر ناس تعبت معانا وشافت بعينيها. بس احنا مش عايزين نقتصر على الموضوع على اكتوبر، يعني في كل المحافظات عايزين في كل المحافظات بس اكتوبر اكتر. ليه؟ لان اكتوبر كان فيها العماله المؤقته اكتر. في المحافظات الثانيه اللي هيقعد مع اهله، انت في يوم ما هيقعد لان مع والده مع والدته، جايين من سفر. لكن اكتوبر جايين من سفر بيدفعوا ايجار غالي، العيشه غاليه طبعا. تلاقي 10 ولا 20 قاعدين في شقه. فهي كانت المشكله في اكتوبر، هيدفع ايجاره منين؟ هياكل منين؟ الفكره كمان اللي انا ما كنتش متخيلاه ان اكتوبر بالغنى اللي هي فيه ده، ان فيها بعض الفئات لا ما فيش خالص، تحت الصفر، يعني الصفر ده مش موجود اصلا، ما فيش صفر تحت خط الفقر بجد. احنا من ضمن الحالات حاجات صعبه جدا، من ضمن الحالات اللي احنا نزلنا وشفناها حاله جدا اثرت فيا، حاله لسيده كفيفه. السيده دي عايشه في شقه لوحدها وما حدش بيعولها، فدي حاله من الحالات اللي احنا نزلناها وفعلا اثرت فيا. احنا قدمنا لها مساعده، بس انا تفكيري كله هي السيده دي ازاي هتقدر تساعد نفسها وازاي تقدر انها تقوم بواجباتها. فيعني الحاله دي بجد اثرت جدا. هي الحاله دي احنا بنعمل يعني احنا كده كده ما سيبناش، احنا بنعملها يعني حد يوميا بيروح يساعدها. هي كده كده احنا الحاله دي عندنا بقى لها 10 سنين. احنا بس حبينا نوريكم الحالات ايه، يعني لان كل متخيل ان اكتوبر دي رجال اعمال وناس مرتاحه او كنت مفكرها كده. لا احنا حبينا نقول لكم لا، الناس هي الست كفيفه دي احنا عندي حد بيروح يعمل لها حاجاتها كل يوم. احنا عايزين نتولاها. انت حتى في لما بتكلميها بتقول لا انا عارفاكم من صوتكم. ايوه هي ما بتدخلش حد عندها، هي بتخاف من الناس. هي عارفانا من صوتنا يعني. لكن لو في حد تاني رايح لها غيرنا مش هتفتح الباب، لكن عشان هي عارفانا من صوتنا واحنا معاها على طول فتحت الباب واتكلمت معانا، وما كانتش عايزاكم تنزلوا. يعني انتوا لو لاحظتوا ما كانتش راضيه تنزلوا لنا، اقعدوا معايا خليكم معايا. ما كانتش عايزه تسيبني الصراحه، انا حبيتها جدا وعايزين نزورها تاني ان شاء الله. وتقول لهم تعالوا اشربوا الشاي. عايزه تعمل لنا شاي. لكن لو في الطبيعي يعني انت مش متابعاها، هي بتخاف جدا لان هي ما بتشوفش، وكانوا عايزين يمضوها على حاجات وكده، فهي طبيعي ما بتفتحش بابها لحد، وخايفه تقول اصلا هي منين. خايفه من خالها تقريبا او اخوها يعرف فيجي يؤذوها في المكان. لا هي الحالات كتير قوي، الحالات كتير قوي. هي بس ما اقتصرش فقط عن الحالات، وهي دعوه كمان لكل المجتمع المقتدر ان هو ينزل ويساعد. يمكن استاذه منال من الناس اللي هي لقت هجوم كبير جدا على شغلها للاسف. يعني الناس ما بتسيبش حد في حالها للاسف الشديد. بدل ما حد ما يقدم لها يعني كلمه شكر ولا حاجه، لا انتقدوها. استاذه منال كانت لازم تصور، مش هقول لك الحالات، ولكن كانت لازم تصور فريق العمل ينزل، لان الشؤون بتسالها. الناس كمان المتبرعه بفلوسها لازم تعرف فلوسها راحت فين. فدي كل الحاجات دي لا، هي ما عملتش غلط للاسف. هي لقت هجوم شديد جدا، بدل ما ننزل نساعد احنا بنهاجم. طيب انت عايز تساعد، سواء ان انت عايز تتصور او مش عايز تتصور، لا انزل ساعد بكل الطرق. يعني شوف انت عايز تعمل ايه واعمله، بلاش نقعد ما وراناش حاجه ونفضل ننتقد. انا بستغرب هي الناس اللي بتقعد تنتقد وخلاص. احنا شعب بينتقد كتير، لكن الاهم من الانتقاد ما نركزش فيه، لكن نركز احنا هنعمل ايه، لان ربنا هو اللي هيحاسبنا على عملنا، مش هيحاسبنا على كلام الناس. ده اكيد. بس كان لازم نوجه لها الشكر برضو. هي فقط ما اقتصرش على المساعدات، كمان هي شاركت ناس كتير معاها. يعني الحاجات الصحيه، المبادرات الصحيه اللي حضرتك اخذتيها، انت عندكم اكتر من مبادره، ممكن تكلمينا عليها؟ احنا نزلنا حضرتك طبعا، انت برضو نزلتوا معانا وعملتوا التوعيه. احنا نزلنا السنترال ومكتب البريد والمكاتب الحكوميه وفي الشارع، نزلنا عملنا مبادرات، ونزلنا عملنا برضو تطهير، ووزعنا كمامات، ووزعنا وعلمنا ازاي ان انت ازاي تخلع الكمامة او الكمامة او الماسك او الجوانتي، وازاي تتخلص منهم التخليص امن، لأن عشان طريقة انتقال العدوى في حد ذاتها ممكن تصيبك. ممكن تنقل، لان انت قاعد ملتزم بالوقاية، الجوانتي والماسك، لكن في اثناء ما انت بتشيلهم انت بتتخلص منهم، هتنقل العدوى لاولادك، او لو انت رميتهم في الشارع كده تخلص منهم في الشارع، هتنقل العدوى برضه اللي في الشارع. انت بتتخلص منهم في كيس، وبتقفل عليه في الكيس وبتحطه في صندوق. احنا انا بقول لك ثقافه الشعب المصري، احنا ممكن نلاقي ناس نظيفه جدا جوه بيوتها جدا،
لكن في الشارع مستبعد ظاهريا بيكونوا نضاف للاسف الشارع في ناس يعني بتبقى فعلا ظاهريا بتكون نضاف، لكن النظافه الشخصيه اللي هي نبع من داخل الانسان دي اهم حاجه. مش مهم ان احنا نبقى نضاف بره وكده، لا هي سلوكيات، هي سلوكيات. انت خايف على بيتك اتعودت، لكن مش خايف على شارع. هو يقول لا، هو يقول الشارع ده مستباح، انا بالظبط ده شارع الحكومه يعني. في مبادره، في مبادره عايزه اتكلم عنها، مبادره رئاسه الجمهوريه ودور الدولة ضد مكافحة كورونا. كان في تحت الإجراءات الاحترازية اللي أخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، بنشكره جدا على هذه المبادرة، واللي كان بتنص على إلغاء الأقساط لبعض العقارات أو تأجيلها، فدي مبادرة كويسة جدا من الدولة اتجاه الشعب. فاحنا بنشكر جدا رئاسة الجمهورية على دورها اتجاه المجتمع. طبعا الف تحيه. وده كمان اللي قال عليه الدين الاسلامي، ان احنا لازم نشيل بعضنا في وقت الازمات. بالزبط. التكاتف ده حاجه مهمه جدا. يعني هو انا دلوقتي في ازمه، يمكن الازمه عالميه مش بتقتصر بس على مصر، واحنا الحمد لله يمكن احنا اقل معدلات في الوفيات، في الاصابات، في حاجات كتير، فنحمد ربنا. لكن هنا لازم ننظر برضو، هل اللي احنا بنتعرض ليه ده ابتلاء، عقوبه من الله، غضب من الله سبحانه وتعالى؟ طب لو هو كده، ايه اللي المفروض ان احنا نعمله علشان ربنا يرفع عنا الغمه والبلاء ده؟ فالمفروض يعني احنا لازم نراجع نفسنا، لازم نراجع تصرفاتنا. يعني سلوكيات الشارع دي ابسط حاجه ممكن نراجعها. يعني ايه اللي بنعمله؟ اللي انت بتعمله في البيت هو اللي بتعمله بره البيت، ولا انت متناقض مع نفسك؟ طيب بالزبط. للاسف برضو انا شايفه ان الناس اللي بتنتقد كتير يمكن بعد حتى البلاء ما شفتش حد، معلش اتعظ، ما شفتش حد تراجع. لا يعني حتى اصحاب المعاصر ما تراجعوش. كلنا كبيرة دلوقتي حتى هشوفي السوشيال ميديا كله بيسال على القهاوي فعلا هتفتح امتى، المقاهي هتفتح امتى، المطاعم هتفتح امتى. احنا بنفكر احنا مش هنخرج، مش هنتفسح عليها. مش عادات، لا معلش احنا ما تربيناش على كده. مش هو يرجع للحياه الطبيعيه. دي للاسف سلوكيات دخيله على المجتمع المصري، دخيله وغريبه كمان. احنا مش كده. احنا دايما حتى لما تيجي تتكلمي مع حد كبير في السن يقول لك الله يرحم ايام زمان وخير زمان. لا، الناس زمان كانت اكثر تكاتفا من دلوقتي. الناس كانت بتحب بعض عن دلوقتي. دلوقتي هتلاقي كل واحد بيحقد على التاني، انت اشمعنى في المكان ده وانا مش موجود في المكان ده؟ ده اكيد بسبب قله الوعي. انت احسن مني في ايه؟ ما هي دي قله الوعي، قله حاجات كتير قوي في شخصيه البني ادم. ولازم كمان لما اجي انظر للبلاء ده بنظره دينيه، لازم اشوف احنا الوباء اللي احنا فيه ده هل يعني كان مر على عصور قديمه ولا لا؟ لا، كان موجود. ده ربنا اهلك اقوام واقوام كتيره قوي بابتلاءات زي دي، بالطاعون، قوم فرعون. يعني اهل قصه معينه وسببه اكيد. طبعا احنا انا مستاذنك يا هناء، معانا صديقه البرنامج وصديقتنا، يعني احنا بنرحب بيكي دعاء. اهلا يا دعاء. ولاء. ولاء معايا. اهلا بيكي يا لولا. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ انا الحمد لله. استاذه ولاء، ولاء صلاح، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ اللي هم بيقوموا بيه الايام ديت، ربنا يكرمك يا رب. لا احنا ما ننساش يا ولاء جمعيه تاج الربوه باكتوبر، اي مبدور كويس جدا. ربنا يخليك. يعني بجد ربنا يبارك لك انت وجوزك واستاذ ايمن، كل المجتمع المدني اللي عندكم حلو جدا. دي مش دعايه، لكن احنا لكن دول مجتمع مدني على فكره، ايمن على التطوع دلوقتي. بالظبط. استاذه ولاء من انشط الناس اللي انتوا قايمين بيه جدا في اكتوبر، ويا رب نقدر كلنا نساعد اهل اكتوبر وعلى قد ما نقدر، ونعدي المرحله دي على خير ان شاء الله. وبرضه كلكم طبعا. قولي لي يا ولاء، انت بتعملي ايه في البيت للوقايه من الفيروسات؟ بتعملي ايه؟ والله هو احنا نفس الموضوع طبعا. هو احنا معودين الاولاد برضو على النظافه زي ما قالت هنا من الاول خالص، بس طبعا هي زادت شويه. حته ان كل شويه اغسلوا ايديكم، وفي طبعا الاسطح كلها بنحاول نطهرها تقريبا كل ساعه بالكلور، بالميه بالكلور. الولاد طبعا بنحاول نفهمهم ان على طول ايديهم تتغسل قبل حتى اي حاجه يعملوها. وبنحاول ان هم ما ينزلوش، يعني خلاص هم قاعدين من المدرسه يقعدوا بقى يقروا. انا شايفاكم امبارح كمان انتوا قايمين بحمله تطهير حلوه جدا في المدينه، احنا بنحاول نعملها في المنطقه عندنا. تمام.
قولي لنا، هل اكتفيتي بدورك في حماية البيت ضد الفيروسات، ولا كان ليكي دور مع جيرانك مثلا تفهميهم توعيهم لاصحابك لاي فرد في المجتمع؟ عملنا يعني احنا عملنا زي الاستاذه منال كذا حمله توعيه في المنطقه عندنا في ابن بيتك، عشان برضو نوعيهم ايه اللي بيحصل لما بننزل في اي تجمعات. برضو لما بنزل في اي تجمعات فيها جيراني وكده بفضل افهمهم ايه المفروض يحصل معاهم، ايه المفروض ان هم يعملوه، المفروض يبعدوا عن بعض ازاي، المفروض يطهروا بيوتهم ازاي. بحاول على قد ما اقدر اي تجمع بكون موجوده فيه مع جيراني افهمهم اللي بيحصل ايه. تقولي ايه للناس اللي بتسمعك دلوقتي، تحبي تنصحيهم بايه؟ يعني انا احب انصح كل الناس ان يحاولوا على قد ما يقدروا عشان المرحله دي تعدي على خير، ما ينزلوش من البيت الا في الضروره القصوى، يحاولوا يحموا اولادهم، يحاولوا يستخدموا النظافه زياده عن اللزوم، يبقى في تطهيرات، يعني يبقى الدنيا لغايه بس نعدي المرحله دي على خير، يعني نعديها على خير ان شاء الله. يا رب. انت متفائله معانا كده؟ ان شاء الله احنا متفائلين ان شاء الله الفيروس هينتهي قريب باذن الله. طبعاً احنا ننهي عليه طبعا. هننهي عليه. المصريين ضد اي حاجه على خير. ان شاء الله طبعا من خلال الوقايه وضد الفيروسات هنقضي على اي حاجه ان شاء الله. واحنا برضو بندعي الاستاذه ولاء على اتصالك طبعا، واسعدتينا باتصالك الجميل ده، وتحياتي ليكم جميعا يا فندم. شكرا ليكي ولاء. وصيها بقى خليك في بيتك بقى. اكيد طبعا خليكم في بيتكم واتفرجوا علينا، يعني اقعدوا معانا اقعدوا معانا. ما ننساش برضو وزيرة الصحة قامت بدور كويس جدا برضو، لازم بصراحة. يعني نلقي الضوء طبعا عليه مؤخرا. طبعا عملت زيارة لدولتي الصين وإيطاليا. طبعا احنا بنشكر وزارة الصحة على الدور اللي هي بتقوم بيه اتجاه باقي الدول، دي حاجة مهمة جدا. احنا بس مش هنتكلم المساعدات اللي قدمتها برضو وزارة الصحة لإيطاليا، والمساعدات اللي قدمتها للصين برضو ما ننساش نذكرها. عارفة انت تقعدي فخورة وانت اول مرة تسمع ان مصر راح تقدم مساعدات لدول ودول عظمى يعني دول صغيرة. يعني جه الزمان او لفة الايام ان احنا اللي بنقدم المساعدات. بنشكر كمان القوات المسلحة على دورها اللي بتقدمه اتجاه المجتمع من حماية وتقديم هي بصراحة مؤسسات الدولة كلها تكاتف بصراحة. يمكن في حاجة اعلنتها وزارة الصحة امبارح كده اثرت بعض الفكاهة شوية. طبعا على الشاشة وزارة الصحة بتقدم كل الامكانيات لمساعده البلاد، منها احنا طبعا فخورين بصراحه ان احنا عشنا اليوم ده. مؤخرا في زياره وزيره الصحه مع وفد من الجيش المصري في ايطاليا، ودي طبعا ده فيديو بيوضح ان الدكتوره هاله مع الوفد من الجيش المصري اثناء تقديمهم لمساعده لايطاليا. زمان كان يجي يقول لك هديه من الشعب الامريكي للشعب المصري، دلوقتي بقت الطيارات بتاعتنا بتروح هديه من الشعب المصري للشعب الصيني للشعب الايطالي. ما احنا في الاول فالواحد كنا فخور يعني، مش عايزين عارفة. نبقى زي لا الحمد لله عايزين نبقى زي ايطاليا، لا يعني انا من سنين كان من سنين يقول لك ايه الشعب الامريكي بيقدم مساعدات للشعب المصري، لا انا كان في غيره، ومرت الايام اهو السنين وجه الشعب المصري ده حتى هو اللي بيقدم. الوافدين المصريين من بره بيفتخروا بمصريتهم بيفتخروا بيهم يعني الطيران الوحيد اللي اقلع طياراته علشان تروح تجيب اهله كان الطيران المصري. طبعا الطلبه اللي كانوا عالقين على الحدود مين جابهم غير الشعب، غير الجيش المصري بعث طائره مخصوص يروحوا يجيبهم، وفي الطائره اللي قادها وزير الطيران بنفسه عشان يجيب اهلنا من هناك. يعني بصراحه دور الدوله مهم جدا وكلنا شفناه، يعني كل حد فينا شاف دور الدوله في حاجه معينه. كان في حاجه برضو كده مش عارفه هي والخبر صحيح ولا مش صحيح، ان وزاره الصحه اعلنت ان نسبه الوفيات بتبقى في الغالب من الرجال مش من النساء خاصه في مصر. تفتكروا ده يرجع ليه؟ يعني خبر ده يرجع ليه؟ لان خبر مفرح. خبر مفرح. احنا ناس فرفوشه وبنحب الحياه، عشان كده ممكن تكون المناعه بتاعتنا قويه شويه. طبعا لا لا هو عشان احنا بنتحمل كتير فتحملنا من الرجاله كتير، احنا ملتزمين اكتر، ده ممكن يكون فعلا خبر صحيح لان احنا الفيروس حمل ينصرنا. بس التكوين الفسيولوجي للسيده غير التكوين الفسيولوجي للرجل. لا اولا انت تكوين السيده عندها بتتعرض لحاجات ربنا مدي لها طاقه ان هي تتحملها زي الولاده. انا شايفه ان الفكره مش في كده، الفكره ان الست اولا موجوده في البيت، يعني في الغالب اغلب الستات موجودين في البيت،
النظافه مسؤوليتهم، هما دايما اللي قايمين بدور التنظيف طيب. والنظافه والاهتمام بكل حاجه، فيمكن ده فعلا بيقللوا نسبه تعرضهم للاصابه. يعني يا استاذه منال عن الحالات الجديده بتاريخ 5 ابريل 2020، الحالات الجديده معانا مكتوب 103، والحالات التي تحولت من ايجابيه الى سلبيه اللي تم شفائها 346، والوفيات الجديده 7. اجمالي بقى عدد المصابين 1173، وده عدد مش قليل، وعدد حالات الشفاء 247، اجمالي الوفيات 78. ده بيدل على حاجه معينه، ان في قدر من الوعي والادراك للوقايه، لكن احنا محتاجين نتكاتف اكتر. مش عايزين تجمعات، يعني الناس اللي بتنزل تروح حاليا في الفتره دي تقبض معاشات، الناس اللي بتصرف اي حاجه من البنوك، بلاش التجمعات والازدحام ده، يا ريت نخلي في مسافه، يعني متر او مترين، مش هنخسر حاجه. يعني انا لما اقف بعيد شويه ايه اللي هيجرى؟ يعني مش هخسر حاجه. ده كمان يا ريت السلوك ده ما يقتصرش فقط على الازمه اللي احنا فيها، انا اتمنى ان ده تبقى سلوك يعني مستمر في حياتنا طول العمر، مش فقط ان احنا بنعدي ازمه، لا احنا عايزين يبقى سلوك حياتنا هو ده، ان احنا بلاش تجمعات، بلاش يعني لما اجي يبقى في التزام بيني وبين اللي ورايا او اللي قدامي بعض الامطار، حاجه طبعا النظافه مهمه جدا، ما ارميش حاجه في الشارع، حافظ على نظافه الشارع زي ما بحافظ بالظبط على نظافه بيتي. تمام. واحنا في البدايه اصلا ايه كنا بنشتكي من الشغل، وكل يوم بننزل في الشغل وزهقانين وتعبانين، يمكن كمان استاذه من الناس اللي بتكرر ربنا ادانا، يعني صح هو في درس برضو بناخده من الموضوع ده، احنا لازم ما نتبطرش. احنا الاول كنا بنتبطر على الشغل بتاعنا، يمكن انا كان ليا مقال كتبته النهارده عن التبطر، احنا كل حاجة متبطرين فيها، يعني مش بنرضى بحالنا. يعني في الاول كنا بننزل الشغل كل يوم، نصحى بدري نودي الاولاد المدرسة نرجع، الحياة الطبيعية دي محدش كان راضي عنها. دلوقتي حصل وباء معين في العالم كله، الوباء ده المفروض نتعظ منه وناخد درس، ندي نفسنا هدنة شوية. احنا كنا بنشتكي من الشغل والنزول والخروج كل يوم، دلوقتي بقينا الفترة دي لازم نقعد مشتاقين للحياة الطبيعية، ناخد ريست شوية كده ونقعد مع العيلة مع أولادنا. على فكرة نحاول لما ترجع الحياة الطبيعية يعني نرجع الدفء الأسري اللي احنا عايزين أجازة. احنا ما استمتعناش بالأجازة صح؟ احنا مش عارفين نستمتع بيها، لأن احنا مش راضيين عن حياتنا، سواء في حياه عاديه احنا راضيين، بس انت الظروف جبرت عليكي ان انت ما تقعديش. احنا لا لا، انت لما تليفوني كيرن يقول لك انا مش لاقي علاجي، مش لاقي اكل، مش لاقي، ما تقعدي ازاي؟ احنا يعني كل المراحل في حياتنا مش بنرضى عنها، مش بنستمتع بيها. يعني في اثناء الشغل والحياه الطبيعيه كنا بنسخط على حياتنا، دلوقتي لما بقينا في بعض كتير مننا واخد اجازه وبيقول لنا اقعدوا في البيت يا جماعه، وقايه ليكم، احنا برضو متوترين على النعمه اللي احنا فيها. احنا كمان اللي هم متوترين اللي هم متعودين على الترفيه او الحاجات اللي هم بيسافروا بيتفسحوا، هم دول اللي مش متحملين الاجازه. لكن الناس اللي زينا مش شغالين، مش احنا على فكره احنا متحملين وعايزين اجازه تاني بعد التعب اللي احنا تعبناه الفتره اللي فاتت. ما خدناش اجازه اصلا، احنا ما خدناش اجازه، احنا كل يوم في مكان. وبعدين احنا عندنا حاجات كتير كان نفسنا ناخد اجازه عشان نعملها، يعني ترويق البيت للسيدات كمان، الطهي، يعني ما كناش بنلاقي على طول ديليفري. انا عايزه اجازه لسه ديليفري على طول تكاي. لا طب ما احنا نقعد بقى في الاجازه دي نستغل هي الاجازه دي، يعني بقى نجهزه، خلت الست بقى تقول لها ارجعي اعتمدي على نفسك تاني. يعني كميه الرفاهيه اللي كانت هي عايشه فيها ولا مبالاه، مش السيدات اللي هي النوعيه بتاعتنا، يعني في سيدات كانت نسيت ان هي ست، نسيت ان هي في متطلبات من البيت، منها اولاد، زوج، دي فرصه حياه لكل سيده. هي فرصه، هو الفيروس يعني عمل تاديب، تهذيب وتاديب بصراحه للعالم كله. يعني قال لك لا بس ارجع. احنا دايما بنتبطر على كل نعم ربنا سواء موجوده او غير موجوده، هنتبطر هو حتى لما نرجع الشغل ايه هنقول فين ايام الاجازه، يا ريتنا كنا قاعدين دلوقتي في البيت. لا هو ربنا، هو الانسان كده عجول ومش يعني ما بقتنعش بحاجه، بس هي ازمه وبينت المعادن الاصيله. الناس فعلا اللي هي متربيه صح ما عادتش يعني التزمت بيتها واحترمت الدوله في قوانينها، وشاكرين الدوله عليها عملته، بس برضه ما نسيتش الغلبان، ما نسيتش المحتاج، ما نسيتش التوعيه.
يعني قاموا بأدوار كتير. اصلا الاسلام بيقول ايه؟ ان احنا نتكاتف جميعا، يمكن اكتر يعني فريق العمل مع استاذه هنا كانوا ستات، صح كده برضو ستات. والله انا انا ما بعرفش اشتغل من الستات، انا بموت في الستات. يعني تحس ان هي ايه، احنا كده زي جندي كده في الميدان يعني، السيدات شويه مش كده ملاحظين؟ لا لا، ما انا برضو في رجاله برضو يعني، في الاستاذ جمال برضو ندافع شويه عن الرجاله يعني مننا كده، مش هروح البيت يعني. اه لا، ما انت عشان تروحي قولي كلمتين كويسين في حق الرجاله دلوقتي حالا يعني. لا، هم الراجل المصري بصراحه يعني يفوق راسنا من فوق وتحملنا كتير. انا شايفه دور الراجل المصري مهم جدا في الفتره الحاليه، لانه هو رب الاسره، يعني هو اللي بيجمع العيله. انت اللي مسؤول عن السيده اذا خرجت، او اطفالك لو نزلوا الشارع واتنقلت ليهم العدوى، انت دورك مهم جدا دلوقتي. ايوه معلش، هيعمل ايه؟ حاول تخفف عليهم. دور مهم جدا في الفتره الحاليه، هو دور الام. لازم افهم معلش. اه انا عنصريه، عايزه اعرف. عايزه اعرف دوره مهم في الوقت ده بالذات، هيعمل ليه؟ ايه؟ ليه؟ هقول لك ليه دوره مهم. الراجل هو طبعا احنا قلنا ايه، رب الاسره، هو اللي بيجمع شمل الاسره. ايه فيها ايه لما يقعد مع السيده بتاعته في فتره الاجازه دي اللي كان مفتقدها وزمانه بيدعي انها تخلص الاجازه عشان لا يرجع؟ ما في حاجه اسمها حظر منزلي برضه، يعني لازم يبقى في مسافه. حظر منزلي. اه يعني كل واحد يبقى كل حته في اوضه زي ما احنا قاعدين، او قاعدين كده متر متر ونص، دي حاجه كويسه وفرصه ان هو يرجع يتكلم مع مراته، يحاول يتفهم اذا كان في تفكير سيء قبل كده، يحاول يتكلم مع اولاده يفهمهم بقى ويعلمهم كل حاجه صح. هو كان مفتقد ان الوقت اللي يعلمهم فيه، ودي حاجه عموما الاسره كانت فعلا الفتره اللي فاتت مفتقده ان هم يتواجدوا مع بعض، سواء الزوجه او الزوجه الاولاد. يعني في الفيروس ده نعمه من ربنا ان هو جمع شمل الاسره تاني فعلا، ويعني بقى فيه تكاتف وود. لكن انا اسمع ان في دوله في البيت بسبب الفيروس ده السيدات تعرضوا للعنف. كانوا بيتكلموا الصبح في التلفزيون ان في دوله السيدات بتتعنف بيهم من الرجال بسبب الفيروس. ليه يعني؟ عشان الرجال قعدوا في البيت فما فيش هم. انا عايزه اقول لك، انا كنت هي بتقول دورهم مهم، ما دورهم مهم في الوقت الحالي ان هم ينكدوا على زوجاتهم في البيت. انا شايفه ده الدور المهم. ايه مشكلتنا في القعده في البيت يعني؟ انا عايزه افهم ايه مشكلتنا لما نقعد في البيت؟ بالعكس، انا بقالي اهو فتره في البيت مش لاقيه وقت اخلص فيه الحاجات اللي عليا. الراجل مش متعود على القعده في البيت. لا لا، الراجل بيتخنق برضه يعني. انا بقول لك الراجل برضه، والراجل احنا بنبص لكل حاجه بالجانب السلبي، ما بنبصش ليه للايجابيات؟ ليه مش هو احنا الحمد لله ما فيش سيده مصريه تعرضت للعنف لحد دلوقتي من ساعه بغض النظر عن العنف، احنا بنسمع بقى بره يعني. او الوقايه من الفيروسات، ليه ما نقعدش نستمتع بالقعده في البيت وسط العيله؟ ليه ما نعملش كل الحاجات اللي احنا كنا مفتقدين نعملها في الوقت اللي ما فيهوش اجازه؟ كل فعلا اسره مصريه بتعمل اللي عليها فعلا، وفعلا الفيروس ده لم فعلا شمل الاسره جامد، وبقى في ود، وبقى في حب، وفي في ترابط اكتر من الاول. يعني كان كل واحد في عالم، الاولاد في عالم تاني، الاب في عالم تاني، ما كانش في وقت يا دوب الاسره تصحى تروح الشغل الدراسه بيرجعوا على نهايه اليوم، ما فيش اي وقت يقعدوا مع بعض ولا يعملوا اي حاجه. فدي فرصه ان كل حد في البيت، في الافراد الاسره، ان هم يقعدوا في البيت يحاولوا يعملوا كل الحاجات اللي هم مفتقدينها ويستمتعوا بالوقت. عملنا يعني بصراحه يعني عملنا وكفايه كده، احنا عايزين الفيروس بقى يعني. انا عايزه برضو اتكلم عن الوقايه. انتوا اكيد كان لكم نشاط في، زي ما قلت، اللي كان عندكم حملات توعيه للمواطنين بالوقايه من الفيروس. برضو كلمينا اكتر الفيروس، عايزه اعرف يمكن علاماته، الوقايه منه. في اصلا امراض كتير جدا شبيهه او متشابهه معاه، فانا عايزه اعرف التفرقه ما بين فيروس كورونا او اي فيروس تاني. عايزه اعرف برضو التوعيه كانت ازاي عندكم. فيروس كورونا مش فيروس عادي، ده وباء في كل العالم، لكن تعامله اكيد هيكون اصعب من الفيروسات العاديه اللي موجود ليها مصلات. انا عايزه اقول لك حاجه، كان في من يومين تقريبا كان في سيده عندها مصابة بمرض الكورونا، قامت الحمد لله بعد الوضع بالسلامة، والجنين بتاعها بفضل ربنا طلع التحليل بتاعه سلبي الحمد لله، ده بفضل ربنا. وعايزين نقول شوية تعليمات مبسطة للمرأة الحامل. طبعا الحاجات اللي احنا عارفينها، الغسل اليدين، وابتعدي مسافة عن الآخرين، وتجنبي لمس عينيكي وفمك، وكمان احرصي على السعال بالطريقه دي او العطس بالطريقه دي.
كمان اذا كنت بتعاني من الحمى او حسيتي بسخونه او حسيتي باي عرض مختلف لاول مره عليكي، ما تسكتيش واتجهي الى رعايه طبيه. فدي كلها للسيده الحامل المفروض تعملها. الحمد لله ان المرض ما بينتقلش من الام الحامل لطفلها، بدليل الحاله اللي وضعت من يومين تقريبا ونتيجه التحليل كانت سلبيه للطفل. استاذه منال، ايه رايك في الوقايه للسيده الحامل والتعليمات دي؟ هل شايفه ان فعلا حاجه مهمه ان السيده تهتم ب هي السيده الحامل واصحاب الامراض المزمنه بتبقى المناعه عندهم ضعيفه، هم يعني مش مستحب ان هم يختلطوا باي حد في الفتره دي. النظافه، اي اعراض حتى لو دور برد شديد، ان هي تلتزم الراحه في البيت مع المتابعه المستمره، لان هي مناعتها ضعيفه جدا جدا. لا، لازم برضو حملة التوعية، وانتوا عاملين المبادرة او الحملة، كان ايه اهم الحاجات اللي ممكن تقولوها للمواطنين؟ اهم الحاجات اللي احنا نقولها للمواطنين، انت عارفة ان الحامل الاطفال هم كان اهم حاجة، ان احنا نحصن الاطفال ان هم ما يخرجوش، وده عانينا معاه كتير في المدارس مع اولياء الامور، لانهم ما كانوش عايزين يقعدوا اولادهم من المدارس، وكمية الاشاعات اللي واجهناها. فبدأنا ندي أمثلة بنفسنا، احنا نقعد أولادنا الأول وبدأنا ندي أمثلة ونتكلم مع أولياء الأمور عشان نقعد الأولاد في البيت. بعد كده بدأنا مع كبار السن، بعد كده بدأنا مع الأمراض المزمنة، مع السيدات الحامل، التجمعات بقى كان برضو التجمعات في الوحدات الصحية، التجمعات في الأماكن العامة في الأسواق، دي برضو من الحاجات اللي كانت بتقابلنا، ويقول لك سيبيها على الله ولو مكتوب لنا حاجة. احنا كل حاجة سايبينها على الله، واللي ربنا رايده هيكون، بس ربنا بقول لك خد بالاسباب. طبعا الوقايه خير من العلاج، ولا تلقوا بايديكم الى التهلك. فالحمد لله، يعني احنا تعبنا في الاول، لكن بعد كده كان في استجابه، لان احنا استمرينا، احنا ما كناش بنقول يوم او يومين، لا احنا كملنا واستمرينا مع جميع الفئات، مع الشباب، مع السيدات، مع الاطفال، والحمد لله حمله التوعيه نجحت. ويعني بفضل الله في مجموعه من الشباب سافروا بلادهم، لان كان الشباب مشكله الشباب ان هم بيقعدوا في 20 في شقه. فكان يقول يا طب انا لو قعدت في الشقه ما انا كده كده هصاب، انا مش قاعد يعني براحتي، ده احنا الاوضه هنبقى 6 ولا 8 في الاوضه لوحدها. يعني قلنا فتره كده كده يعني ما فيش شغل، المطاعم قفلت والمحلات قفلت، فكان التوعيه ليهم ان انتوا سافروا بلادكم لحد ما الازمه دي تخلص، او بدل كمان يسافروا بلادهم، يعني يفضلوا في الحل اللي هم كان فيه، الحل ان هم يسافروا. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الشقه فيها 20، دي العماله وما فيش دخل يومي، فهياكلوا منين؟ هيشتغلوا منين؟ عايزين نحبب الناس في البيت شويه. هنا قولي حاجه للمشاهدين تحببيهم في البيت، يعملوا ايه في البيت؟ هيعملوا فشار ويقعدوا يسمعوا التلفزيون. هو ده اللي بعمله، الفشار والله. غير الاكل، غير الاكل، مش كل حاجه اكل اكل، وشامين ريحه الكيكه في كل مكان. لا يعني انا استفاد طبعا بالقراءه، اشوف انا زي ما انت بتقول، انت كتبتي مقاله، يمكن انا ما كانش عندي وقت خالص الايام اللي فاتت، اللي هي الايام العاديه، ان احنا ممكن نكتب مقالات او حاجات كده. ما عدناش والله، حتى الايام الحاضر مش فاضيين. احنا غصب عننا بننزل لو في شغل عشان نبقى معاكم مثلا. لا، والجمعيه بصراحه، لا والجمعيه بصراحه اليومين دول يعني مرميه الحمل عليكم، فبصراحه يعني كل سعداء طبعا بالعمل التطوعي معاكي. طبعا قولي حاجه تشجعي الناس انها تقعد في البيت وتحب البيت ويبقى في دفعه اسري كده. هي فرصه ان احنا فعلا نقعد مع اولادنا ونشوف الحاجات اللي بيحبوها ونعملها لهم، نقعد مع بعض. لو هو بيحب الكمبيوتر اقعد معاه وشجعه، لو بنوته بتحب، انت عارفين البنات الصغيرين بقى بيحبوا لبس الفساتين ولاد والاكسسوار والحاجات دي، اقعدي شجعيهم، علميهم، حفظيهم القران، نمي فيهم المهارات اللي هم بيحبوها، اللي بيحب الرسم اقعدي معاه. نحاول بقى نتصالح مع الناس اللي مخاصمينها ونقطع علاقتنا بيهم اصلا، يعني عشان نعمل حظر. لا والله احنا حاولنا، بس هو يعني عارفه البتر بيبقى احسن. انا بس كنت عايزه اتكلم الفيروس، انا سمعت ان الفيروس كورونا ده مش جديد،
جديد على فكره، وان هو ظهر قبل كده ببعض الدول، يمكن كمان دول عربيه، ولكن طور نفسه وظهر من جديد. فطبعا الوقايه خير من العلاج. لما اجي اتكلم من الناحيه الدينيه والناحيه الايمانيه، زي ما قلت ان يعني الاقوام كتير مر عليهم ابتلاءات بسبب ذنوبهم. اولا لازم ان احنا نقعد لربنا سبحانه وتعالى. اللي مش بيصلي، مش عايزه اقول نصلي بس تاديه وقت، لا، لازم نعرف ايه الغلطات اللي احنا كنا بنعملها علشان ما نعملهاش تاني. نشوف احنا ظلمنا مين ونروح نعتذر له، نشوف احنا بنفتري على مين ونبطل. يا ريت شويه الافتراءات، بلاش هجوم، بلاش نقد، خلينا نتكلم في عمليين. كلها سلوكيات يا هناء، دايما الابتلاء لما بيجي ما بيجي للعاصي علشان يعني يديله رساله، وللمؤمن عشان يزداد ايمانه. تمام، احنا بالكلمات دي بشكرك يا هناء، وبشكرك استاذه منال. وطبعا عايزين نرجع تاني ونقول خليكم في البيت، حاولوا يكون في مسافه ما بينكم، غسل الايدين، التعقيم، كل دي حاجات لازم تكون وقائيه ضد مرض فيروس كورونا. انا بشكر حضراتكم جدا، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم. ما حسيناش بالوقت، لكن برضه خليكم في البيت، برضه خليكم في البيت، وهيبقى معاكم دايما مستمرين بكل جديد. تحياتي ليكم، مي عبد السلام وهناء عبد الفتاح، شكرا لحضراتكم.